اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سبورت تايم، برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناتكم الاخباريه ام 24. بدايه باسم اسره القناه ام 24 تنجد التعازي ديالنا لعائله الفقيد ريان، انا لله وانا اليه راجعون. في هذه الحلقه رقم 6 تنستضفوا اللاعب عبد الرحمن الحواصلي اللي شرفنا بالحضور ديالو. مرحبا بك معنا سي عبد الرحمن. السلام عليكم سي مراد. وعليكم السلام. انا سعيد بالتواجد معكم في برنامج سبورت تايم اذاعه ان قناة ان 24. بدوري تنوجه التعازي ديالي للعائله ديال ريان الله يرحمه، الله يصبر الوالدين ديالو. نشكر الشعب المغربي على التلاحم الكبير اللي بين عليه، وإن لله ولا راجعون. الله يصبرهم الله يصبرهم الله يصبر عزائنا عزائنا. واحد السي عبد الرحمن حيت هاد مالوغوزمون هاد لا تراجيدي فاتت المغرب ومسات العالم كله. شفنا لي رياكسيون ان بو ديال التعاطف الدولي. اكزاكتومون. في هاد الحلقه كيف القاعده غادي نبداو بلا سيونس فوتو ديال الضيف ديالنا قبل ما نعاودوا نعيشوا نهايه كاس افريقيا بعيون الجاليه السنغاليه والمصريه المقيمه في المغرب. غادي نديرو مع السي الحواصلي تحليل ديال هذه النهايه وديال الدوره 33 ديال كاس افريقيا، وغادي نهضروا كذلك على الدوره 16 ديال البطولات القسم الاول والدوره 18 ديال القسم الثاني، وغادي نساليو كوم دابيتود بالاكسترا تايم ديال مها الصالح. كما قلت لك السي عبد الرحمن غادي نبداو بالفلاش باك فوتو، وغادي نطلبوا منك باش دير لنا واحد التعليق على الصور اللي غتشوف دابا. مرحبا سي مراد. توت سويت. هذه الصورة ديالي مع المنتخب المحلي اللي كان المدرب سي محمد فاخر في استعدادات كانت في مراكش تحت التأطير ديال سي مصطفى الشادلي اللي كان انذاك هو مدرب الحراس. هذه مقابلة ودية مع المنتخب المحلي تحت إشراف سي حسين عموتة في مراكش. هذا اللقب اللي ما عمري نساه اللي حرزته مع فريق فتح الرباطي من بعد 70 سنة ديال التأسيس ديال فتح الرباطي، أول لقب البطولة مع سي ولد الركراكي. هذه جائزة أحسن حارس البطولة الوطنية 2018. تشرفت أنني ناخذها من اليدين ديال هرم أهرام كرة القدم الوطنية اللي هو سي أحمد فارس. هذه مع فريق حسن أكادير في السنغال، كنا لاعبين مع فريق جينيراسيون فوت بدكار. هذا تجمع مغلق في مراكش مع سي حسين عموتة استعدادا للشان اللي كان تقام مؤخرا بالكامرون. مباراة ودية في إطار استعدادات دائما في مراكش أمام منتخب بوركينا فاسو على ما أظن. هادي مع واحد اون ليجوند دي فوتبول ماروكان سي محمد تيمومي، الله يحفظ ليه وليداتو الله يخلي له الصحه ديالو. سي حسن فلان الممثل ديالنا المعروف ابن الحي المحمدي، واحد العلاقه المحبه كبيره بيني وبينه الله يطول ليه في العمر. سبحان الله العظيم تلاقيت معاه هذا الاسبوع هذا. سبحان الله العظيم. ولكن ما قلتش ليه راك سي عبد الرحمن راه الضيف ديالي، ولكن كنت ناخذ عنده دي زانديسكريسيون المره الجايه ونشوفوا هذه القضيه ان شاء الله. شنو واحد الصوره مع كما قلتي ليجوند فيفونت سي تيمومي، واش ديك الساعه في هذيك التصويره كنت تتخيل بان غادي تجي تلعب مع اتحاد تورقه ولا مازال؟ لا كيستيون تبارك الله عليك. بصراحه ما كنتش نتخيل شي نهار غادي يلعب في فريق من حجم اتحاد تورقه. هذيك الصوره كانت في واحد الليله ديال النجوم في اطار يعني 2019 على ما اظن، كنت مرشح لجائزه احسن حارسه في 2019، وكان لي الشرف ان ناخذ معها صوره. والحمد لله منين وقعت هذا الموسم مع اتحاد تورقه هذيك اول صوره كنت وضعت في البروفايل ديالي في انستغرام هي كانت مع سي محمد تيمومي اللي هو نجم كبير كره القدم الوطنيه ونجم ديال اتحاد تورقه. كما قلتوا انسان اللي خدا البالون دور ماشي سهل، الله يعطيه الصحه ديالو. وانا فرحان بكل صراحه لا في التواجد ديالي في اتحاد تورقه ولا في يعني الصوره اللي خديت معاه. انسان جد طيب تبارك الله. الحمد لله وتنتمنوا له الشفاء عاجل لي طون كونفاليسونس، والحمد لله لان خبر سار عليه اكيد الله يشافيه. امين يا ربي. هضرنا على فريق اتحاد تورقه، ولكن قبل من هذا الشيء كنت بديتي مع اتحاد خميسات ياك، مكناس، الرجاء بيان سور، الجيش، الكاك، الفوس، حسين دكادير، اي بيان سور تورقه. لعبتي مع لي زيكيب ناسيونال. واش دائما كان عندك رقم 66 وعلاش؟ لا كان رقم 55 اللي حملته في اكادير خمس سنوات، هو خديته لان الاب ديالي وكان تنتمي للقوات المسلحه الملكيه ومتقاعد دابا، نتمنى له الصحه والعافيه. هو مواليد 1955، بالتالي انا كنت يعني رقم ديال التفاؤل لعبت ب 55 بزاف، اربع سنين في الحسنيه لعبت برقم 55. تخي بيان، دونك سي نيميرو 55. سي نيميرو 55. سي نيميرو 66، مي كولبا، هنا ما درتش فيها ما يصلح، لا 55.
احسن ذكرى ديالك جوسكا بريزون في الفوتبول، فوتبول في الكارير ديالك؟ كانوا بزاف الحمد لله، ومن خلال المنبر ديالكم السي مراد نشكر كاع المؤطرين اللي شرفوا على التكوين ديال عبد الرحمن الحواصلي. انا ابن نادي المكناسي، فورماسيون نادي المكناسي وكاع الانديه اللي مريت منها، ولكن تيبقى احسن الذكريات هما النيل ديالي لقب البطوله مع فتح الرباطي كاول لقب بالنسبه ليا. الفخر اللي كان فيه هو انه من بعد 70 عام تاسيس فتح الرباطي مع عمر كان لقب البطوله، كانوا كؤوس العرش كؤوس افريقيا، ولكن كان تينقص في الخزينه فتح لقب البطوله وخديته مع لا جينيراسيون ديالنا اللي كانت تحت اشراف ديال السي ودري كراكي. 30 دوره لعب 30 مقابله كامله، بالتالي هذا كان رقم مشرف بالنسبه ليا. الذكرى الاخرى هي النيل ديالي جائزه احسن حارس في البطوله الوطنيه في السنه الاولى لحسن اكادير، كما قلت خصوصا انني خديتها من اليدين ديال سي حمد فراس. هادو اشياء صح. عندهم قيمه بكل صراحه، الناس اللي يعني خلات الاسماء ديالها باحرف من ذهب في تاريخ كره القدم الوطنيه، وبيان سور المشاركه ديالي مع المنتخب المحلي في الاقصائيات ديال الشان وفي الشان. غدا مازال بيان سور مازال ان شاء الله. توفيق عبد الرحمن، باسكو فريمون سي توجور اغريابل باش نجلسوا معاك ونهضروا على الكره. انا فرحان بزاف السي مراد انني دائما معك الصراحه. بارك الله فيك. دونك هضروا على كره القدم، كانت لا تريف بوتيتر بيان سور، ولكن كانت كذلك كاس افريقيا اللي شفنا انتهت بفوز فريق السنغال امام فريق مصر. وغادي نعاودوا نعيشوا كما قلت في الانترودكسيون ديالي، غادي نعاود نعيشوا هاد النهايه، نشوفوا كيفاش عاشوها الجمهور الجماهير ديال فريق السنغال وفريق مصر. توت فيت لي زيماج. اسمي عاصم يوسف، انا مصري مقيم في المغرب، وجاي النهارده اشجع طبعا منتخبنا اللي صعد للنهائي في الفاينل. طبعا ده فخر لاي حد مصري ان مصر الحمد لله حطت مجهود كويس قوي انها توصل للفاينل. سواء مصر كسبت او خسرت روحنا على طول دايما مع بارابور ا سيت ماتش. سي سيرا ان ماتش تريز امبورطون سورتو بور لو بوبل سينيغالي. جو سي كو سي ان ماتش امبورطون بور لو بوبل ايجيبسيان مي اوسي امبورطون اوسي بور لو بوبل سينيغالي بارسو كو سا في depuis 1965 on court donc derrière un trophée et on n'arrive pas à l'avoir, et je pense que cette fois-ci ce sera la bonne. Et je voulais faire passer un message aussi, donc c'est juste un match de football, que ça reste donc dans le cadre sportif. Inch'Allah ربنا يجيب اللي فيه الخير، سواء اخواتنا السنغاليين هم اللي كسبوا او مصر اللي كسبت، هنكون دايما سعداء بالنتيجه النهائيه. N'importe quelle équipe qui va gagner donc le trophée va rester en Afrique et j'espère que ce sera le Sénégal qui va gagner. عبد الرحمن، صورة جميلة ملي تنشوفوا بأن الروح الرياضية تتغلب فوق النتيجة وفوق الفرحة وفوق بزاف الحوايج. أكيد صور جميلة تتبين المحبة اللي كاين، وفي الأخر هي تتبقى فقط مباراة في كرة القدم. الروح الرياضية هي المنتصرة في الأخر. روح جميلة كانت ما بين المشجعين المصري ولا السنغالي. أظن بأن هادو أشياء تخلينا نفرحوا بالمبادئ اللي تأسست عليها الرياضة وكرة القدم بصفة خاصة. هذا الشيء اللي كاين. ألوغ سؤال على ود هاد النهاية ديال كأس إفريقيا، واش المنطق تحترم؟ أكيد أنا تنظن أن المنطقة تحترم. المنتخب السنغالي ولو أن البداية شيئا ما كانت متعثرة خصوصا في دور المجموعات، أنه حصل على 5 نقاط من انتصار صعب حتى الدقائق الأخيرة من ضرب الجزاء، ولكن إلى غومونتي أون بويسونس كما تنقولوا، يعني مباراة بمباراة بالتي تيق في راسه. تنظن بأنه حتى الأداء ديالو في المباراة النهائية فهو سيطر على المباراة طولا وعرضا. لو سجلت ضرب الجزاء اللي كانت عند ماني الدقة الأولى يمكن كنا نشوفوا مباراة أخرى. أظن بأن الانتصار ولا الإحراز ديال اللقب كان مستحق. أما منتخب مصري عنيد متقل بالتجارب، لكن منتخب سنغالي يعني بالحفاظ ديالو على الطاقم التقني وعلى النويو اللي كان شحال هذه ديال المنتخب السنغالي، يعني بيناتهم تتحس بانه كاين واحد مجموعه قويه هي اللي خلات ان المنتخب السنغالي يثق في راسه
انه يجيب هذا اللقب ولو في ضربه ترجيح. صح، حنا تنشوفوا واحد الاحصائيات جوستمون سكو كونسيرن هذه المقابله، 57% دو بوسيسيون دو بالون، 43% كما قلت لك، 62% بور لي بريسيزيون دو تير، 43% بور ليكيب ديجيبت او نيفو دو لا ديفونس. لي ستاتستيك كلهم بريسيزيون دو باس 82 76، نومبر دو سونتر، بريسيزيون دو تاكل، زعما فريمون كان داكشي كلشي في بلاصتو، كانوا لي كانت لا فافور غدا ليكيب دو سينيغال. واش نقدروا نقولوا بان صديق هاد لي ماتش اللي تلعبوا لعبات فريق مصر ما اثروش عليها، باسكو كانوا دي ماتش كوميم اسي لور قدام فريق الوطني المغربي، ومازال وزيد وزيد حتى لا فينال. واش هذا الشيء خلى بان واحد الوقت صافي زعما لي باتري خوا وما عندهمش، ما بقاش عندها باش تقاوم، حيت شفنا من بدايه المقابله فريق السنغال هاجم طول وعرض. التحليل ديالك منطقي سي مراد بكل صراحه، لان لو باركور ديال ليجيبت والمنتخبات اللي واجه منتخبات دو كرون كاليبر، وللاسف بالنسبه لي انه كان تيمشي حتى للاشواط الاضافيه، وبالتالي المخزون البدني ديالو فهو قل بانت كما قلتي، ولكن ما خصناش نحيدوا الحق للمنتخب السنغالي اللي كان قوي بدنيا وحتى تقنيا، الا جينا نشوفوا حتى فرديا يعني مقارنه المنتخب المصري فهو يعني سيطر. حتى الاحصائيات اللي قلتوها فهي كانت كامله تتمشي في اتجاه تفوق المنتخب السنغالي، ولكن اظن بان بدنيا المباريات اللي لعب المنتخب المصري لا مع المغرب ولا مع الكوت ديفوار بالاشواط الاضافيه ديالها فهي استنزفات شيئا ما المخزون البدني للمنتخب المصري، ولعبات في صالح المنتخب السنغالي اللي في وقت من الاوقات كما قلتي فاحصائيا بان قوي بنسبه كبيره، لا من ناحيه لابوسيسيون دو بال ولا لي تير كادري ولا يعني في جميع الخطوط كان قوي، ولكن كانت المفاجاه تحدث في واحد الفرصه ديال صلاح، لكن المنطق احترم في هذه المباراه النهائيه، المنتخب السنغالي يستحق الظفر بهذه الكاس للمره الاولى. الوغ شفنا عاوتاني في الصور اللي دازو كانت فريمون ذاك الروح الرياضيه فير بلاي ماني ومحمد صلاح، شفنا كيفاش تصرفوا هاد لي دو جوار اللي بقاو غاديين بالفرقه ديالهم، داك الشيء حتى هما غاديين كما تنقولوا كريشيندو، غاديين مواكبين المسيره ديال الفريق الوطني ديالهم. واش ما نقدروش نقولوا جوستومون لوكازيون مزيانه بزاف سي الحواسلي، واش هاد النهايه ما كانتش النهايه ديال حراس المرمى؟ اكيد اكيد، كاس افريقيا كلها كانوا حراس المرمى فيها تري ديسيزيف، لا في ضربه ترجيح ولا حتى في اطوار المقابله، حراس افريقيا بينوا على مستوى كبير، وفي النهايه فاش كانوا ابو جبل المدرب الحارس ديال المنتخب المصري كان يعني كان حاسم في مجموعه من النزالات الثنائيه في ضربه ترجيح اللي كانت اثناء المقابله في ضربه ترجيح في النهايه، بالتالي حتى ميندي حتى هو يعني خرج كرات اللي هما صعاب في اوقات حرجه من المباراه، بالتالي تيبان بان المركز ديال حراسه المرمى كان عنده دور كبير في التفوق ديال المنتخبات اللي وصلت النهايه، وهذا الشيء كما قلتوا راه كان حتى في الادوار التمهيديه ولا في الادوار اللي موراها دور حارس المرمى، والمستوى ديال حارس المرمى الافريقي فهو تطور بشكل كبير، وبالتالي كان عنده انعكاس ايجابي على المنتخبات القاريه في هذه الكاس هذه بالضبط. حسن لدي واحد سؤال خاص ليك انت الحارس المرمى في لاكارير ديالك، بغيت نسقسيك واش كان عندك شي قرعه بحال هذه؟ بوتيل دي غارديان ايجيبسيان افيك توت لي بوزيسيون دو تي de chaque joueur pour anticiper et choisir les côtés. Sa bouteille d'eau. Donc chaque fois qu'il veut tirer, il prend la bouteille. Chaque fois qu'on veut tirer, il prend la bouteille d'eau. Il regarde où le joueur a l'habitude de tirer. Et il plonge ce côté-là. Phénoménal. فينومينال سي كرة القدم الحديثة سي مراد. دابا كاين خلايا ديال الإحصائيات في أي منتخب ولا الأمور ولا التقنية، تيكون اجتماعات مصغرة ما بين مدرب الحراس والحراس ديالو ما بين التقنيين اللي تيمشيو يجيبوا إحصائيات ديال الخصوم اللي غتواجه، ضربات الجزاء في اتجاه فين تتكون، اللاعبين تيمشيو يتبعوهم في الأندية ديالهم ضربات الجزاء اللي ضربات من اتجاه، وبالتالي تيديروا واحد التقويم وتيشوفوا النسبة المئوية الكبيرة ديال ذاك الاتجاه، وتنظن بأنه نجح لا في المباراة ديال فينال ولا تفاد الفينال هادي. هادو ماشي اول مره غتوقع، كاين دارت بزاف في اوروبا، لان كما قلت لك كاين خلايا الشغل ديالها مكلفه بهذا الشيء هذا، قلنا لك انه تيجي هو كانوا حراس اوروبا تيحطوها مثلا في امبوت بابي هو دايرها في قنينه الماء باش ما يثيرش الشكوك ديال الخصوم، ونجح فيها لان الكره القدم الحاليه ولات مبنيه على الاحصائيات، لكن في الاخر ضرب جزاء ديال ماني شويه الاحصائيات شويه الاخر. شنو
سبيسيفيسيتي ديال هذاك البينالتي ديال حيت شفنا كانت في السرعه ديال ليكزيكسيون واش هي اللي خلات الحارس المرمى ديال فريق مصر ما ياخذش هذوك لي زابوي ديالو ما خلاش ليه الوقت باش ياخذ لي زابوي ديالو. اكيد انه الطريقه باش ضربها فهي كانت ضربات بتي فيلي اون فورس لان تماني راه حتى هو تيتفرج في الحارس وشد ليه كره في وسط المرمى وتيشوف بان هذه الكره هذه الاخره هذه راه غتقدر تجيب لا كوب وهو لعاب ديال فريق كبير من حجم ليفربول ظن بانه وضع كامل التركيز ديالو على ضرب جزاء اللي ما خلات اي حد الحارس ابو قابل اللي كان مفاجاه ساره في الدور هذا ديال 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 النهائيات لانه عوض حارس كبير اللي هو الشناوي ما بانش كاع الفرق ما بينه لانهما كره قدم مصريه عودتنا على تالق الحراس المرمى ديالها في السنوات الاخيره. هذه فريمون ليستواغ غوتيندغا هذه القصه هذه ديال الحارس اللي جا غومبلاسون ولا تقريبا لو ايرو ديال هذا كان الناس هو حارس المرمى اللي تيقول غومبلاسون فهي غومبلاسون غير في الوراق ولكن غالبا تلقى المستويات جد متقاربه تلقى ديك الحارس الاول يمكن فايتو شويه بالتجربه او الارقام ديالو هي اللي خلاته او لا تيتميز عليه في شي حاجه ولكن اغلبيه هذاك حارس الاحتياطي ما خصناش نصغروا الحق ديالو بالعكس تيكون في نفس المستوى جزئيات بسيطه دي بتي ديتاي اللي تيديروا الفرق ما بين انك تكون حارس رقم واحد وتكون حارس رقم جوج. درنا التحليل ديال النهايه اون جينيرال على هذا كاس افريقيا شنو هما لي بوان اللي نقدروا كومبوغوتونيغ سي الحواسلي؟ كومبوغوتونيغ هو انه باش ما نكذبوش على راسنا كانوا المنتخبات الافريقيه الصغيره ما بقاتش كانوا الى عقلتي في كاس افريقيا اللي ماتش انتصارات انتصار ب 4-0 5-0 دابا اللاعب الافريقي تبارك الله ولا ذكي وهذا الشيء خلى ان المدربين في الذكاء اللي ولا عند اللاعب الافريقي تكتيكيا ولا تيهضم الخطط اللي تعطيها المدربين وبالتالي فهو الى شي منتخب جزائري تقصى من الدور الاول منتخب مالاوي خلق المفاجاه جزر القمر بوركينا فاسو مشات حتى لا دومي فينال وبالتالي فكاين تطور كبير في كره القدم الافريقيه وما بقاش فرق ما بين المنتخبات الصغيره والمنتخبات الكبيره اللاعب الوحيد شيئا ما هو اللي كان في التنظيم شيئا ما اللي لقى صعوبات في البدايه خصوصا ارضيه الملعب ولكن مع تولي الايام نظن بان الجهه المنظمة كأس افريقيا فهي تقت في راسها وعطاتنا واحد المنتوج الذي يعني يشرف بين قوسين كرة القدم الافريقية تقنيا كان في المستوى لكن ما غنعتبروهش من الافضل لانه كما قلنا تكتيكيا اللعب ولا شويه مسدود المساحات ما بقاتش المدربين ولا اللاعب الافريقي كما قلت ولا واعي بانه تكتيكيا خصو يكون منضبط اكثر لان قبل ما كانش هذاك الانضباط وبالتالي عطاتنا كاس افريقيا شويه متقاربه المستوى ما بين جميع المنتخبات تقريبا. كاس افريقيا ب 16 مدرب محلي في 24 مدرب اون جينيرال هو رقم جيد. فوالا كانت هذه كلمه على بيان سيغ لو بيلون ديال هذا كاس افريقيا. غادي نهضروا دابا البطوله الوطنيه 16 جورني لا ريبريز ونشوفوا النتائج اللي تسجلوا هذا الويكاند هذا السي عبد الرحمن. دونك شباب محمدي انهزمت امام فريق اتحاد الفتح الرباطي. لوسيكا تمام لا ميم شوز امام فريق ام سي او 3-2. انهزام فريق حسني دكادير 2-0 امام كوز. ليكيب ديال الدفاع الجديد ربحات الديربي ديال عبده دكاله امام فريق لو سي اس. جي اس اس والجيش الملكي 1-1. 0-0 امام اي ار تي امام فريق وداد البيضاوي نفس النتيجه بركان الماس. وتعادل رجاء برشيد 1-1. الترتيب من بعد هذه الدوره 16 الوداد في المرتبه الاولى 36 نقطه رجاء الثانية 30 نقطة جديدة طلعت المرتبة الثالثة 26 الجيش الملكي هبطت بواحد المرتبة باش دابا تتحتل المرتبة الرابعة ب 25 نقطة ولو با دو طابلو عندنا حسن دكادير ام سي او اوركوز. كلمة على ود هاد الدورة هادي سي عبد الرحمن والنتائج اللي تسجلوا. المفاجئ هو انه يمكن مع لا تخيف كان شويه يعني الانديه سورتو ديال المقدمه الترتيب لقات صعوبه فانا الظفر بثلاثه نقاط الا شفنا الوداد الرجاء لي فار بركان كلها انديه تعادلات وبالتالي تنظر بان المستفيد الاكبر هو الدفاع الحسني الجديدي. توقف البطوله اللي كان لمده طويله يمكن خلى الوقت الانديه انها ترتب الاوراق ديالها
كمثال الفريق ديالي السابق حسين اكادير اللي جاب انتصار خارج الميدان اللي خلى انه يعني يزيد 3 نقاط في الخزينه ديالو. نظن بانه مع توالي الدورات المدربين واللاعبين غادي يلقاو الايقاع باش ان شاء الله يزيدوا يقدموا واحد المنتوج افضل، لان اللعب شويه كان مسدود وهذه مساله عاديه كما قلت مع توقف البطوله، لكن تيبان بانه غيكون صراع كبير لا في المقدمه ولا مؤخره الترتيب، لانه النقاط ما كاينش فرق كبير ما بين الانديه في السلم النقطي ديالها. وبالتالي انا تنظن بان الدورات المقبله كفيله بانها تورينا الوجه اخر للبطوله الوطنيه من بعد التوقف الطويل ان شاء الله. البطوله 2 لعبنا لعبتو 18 جورني، اتحاد تويرقا اللي انت اللي فرقتك الحاليه تتكون موجوده في المرتبه الثانيه ب 31 نقطه. نقدر نقولوا عبد الرحمن بان اتحاد تويرقا ان شاء الله هذا العام عندها طموح باش ترجع، باسكو اتحاد تويرقا الواحد ما تعرفهاش فريق يلعب في بومير ديفيزيون، دونك واش هذا هو لوبجيكتيف اسيني عندكم عند الفريق كامل؟ اكيد السي مراد لوبجيكتيف اسيني، ولوبجيكتيف اللي جا ليه عبد الرحمن الحواصلي ومجموعه من العناصر الاخرى، هذا الهدف ديال المسؤولين ديال الفريق منذ بدايه الموسم، ماشي هاد الرتبه ماشي محض صدفه وانما جات بعمل كبير. الفريق وضع امام الاعين ديالو الهدف ديال انه يحقق الصعود، هذا هو حق مشروع وحلم ديال جميع المكونات ديال اتحاد تويرقا. حنا غادي الحمد لله نظن اننا كنا اكبر مستفيد من انديه المقدمه الترتيب، انه الانديه المطارده تعثرات كانوا تعادلات كثيره، حنا مع المغرب التطواني في مقدمه، ولكن الا شتي السلم التنقيح فكاين تقارب كبير في النقاط لا في المقدمه ولا مؤخره الترتيب. وي غير باش نرجعوا للبروميير ديفيزيون بوتر رابيدمون واحد لاكتيفيكاسيون، واش قلت لك حسين داكادير نهزموا؟ ولكن لا لا هما فازوا خارج ميدان امام مصلحتها فوالا بارك الله فيك. هذا الشيء باش من تخاصموش مع اصدقاء ديال حسين داكادير، فريق حسين داكادير اللي فاز اون ديبلاسمون امام فريق الكوز. النتائج الاخرى ديال البطوله ديال نورمال، كاين شي مفاجاه في البطوله 18 جورني؟ ما تتبانليش مفاجاه، كل ما هنالك انه كاين كما قلت مقدمه ترتيب، يمكن المستفيد الاكبر هو المغرب التطواني وفريق اتحاد تويرقا اللي انتصروا شيئا ما وخلاو هامش النقاط شويه بعدوا على المطاردين. بالنسبه لمؤخره الترتيب نظن بان فريق وداد فاس فهو حقق واحد الانتصار اللي خلاه يزيد في الجعبه ديالو 3 نقاط بعدوا على المنطقه المكهربه، لكن القسم الثاني بكل صراحه فيه دي ماتش صعب بزاف و تري سيري، الروح الرياضيه فهي كاينه بكل صراحه، حكام في المستوى، نتمنى ان شاء الله ان الروح الرياضيه تبقى حتى ان شاء الله حتى 30 جورني باش اللي يستاهل شي حاجه يخدم في الاخر. هادشي اللي كاين. سي عبد الرحمن حواصلي كيف القاعده كما قلتها في الانتروديكسيون، تنلتقاو في نهايه البرنامج مع مها الصالح اللي تتقدم لنا الاكسترا تايم. فقرة اكسترا تايم اليوم غادي نهضروا على التضامن الواسع في عالم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة مع الطفل ريان وعملية الإنقاذ ديالو ورسائل تعازي اللي تم نشر ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاته. نبداو باللاعبين المغاربة اللي داروا النوماج لريان بعد تسجيل أهداف مع فرقهم أو بعد الفوز، كزكريا بوخلال بعد فوز الفريق ديالو ضد بي اس في ايندهوفن، وتيسو داري اللي هو الآخر حي التوني ديالو قبل قميص اللي كاتب فيه ريان مع قلب والتحت كاتب إن لله وإن إليه راجعون. نايف أكرد حتى هو ترحم على ريان من خلال مباراة غين أمام بغيست ومشى الكاميرا ووراهم القميص ديالو اللي مكتوب فيه إراي بي ريان أو أرقد بسلام ريان. إيرفي رونار حتى هو عبر على تويتر على الأسى ديالو في هذه المأساة مع وضع صور لرجال الوقاية المدنية وللشعب المغربي اللي كان تما وصورة ريان الله يرحمه. المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي كتب هو الآخر رسالة عزاء لعائلة الطفل ريان أوران، قال فيها مثل جميع الأولياء شعرنا بالصدمة للوفاة تراجيديا اللي راح طفل ريان ضحية لها، واختم رسالته بتضامننا أيضا مع الأطفال الذين يعانون بجميع أنحاء العالم ويواجهون كل يوم شقاء صعوبات الحياة. وبزاف ديال اللاعبين آخرين مغاربة وغيرهم بحال وسام بن يدر وإسماعيل بن ناصر وآخرون. ثم شفنا كاملين عبد الرزاق حمد الله والرسالة اللي حط على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام واللي قال فيها بلي غادي يهدي منزل مجهز بالكامل لوالدي الفقيد، كنشكروا على هذه المبادرة الجميلة والله يقبل منه. اللاعبين والمدربين ما كانوش الوحيدين اللي اثر فيهم موت ريان، بل حتى الصفحات الرسمية ديال فرق كبيرة بحال برشلونة واتلتيكو مدريد وليفربول وغيرهم عزوا عائلة الفقيد وعبروا على الأسى ديالهم إثر وفاته.
واحد الحاجة أخرى اللي كانت جميلة بزاف وكتبين لنا التضامن الإفريقي والدولي في هذه المأساة هي دقيقة صمت اللي دارت على قبل ريان في بداية ديال المباراة النهائية ديال كأس أمم إفريقيا واللي جمعات منتخب مصر بمنتخب السنغال واللي توج فيها السنغال بطل أمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ دياله. نهاية فقرة إكسترا تايم اليوم، تلقوا فقرة جديدة، إلى اللقاء. كيف ما شفنا مع مها صالح كانت واحد كما قلنا واحد لا رياكسيون واحد تفاعل مع الوفاة ديال الطفل ريان، إن لله وإنا إليه راجعون، مرة أخرى اللي كانت شوية شفناها في العالم كامل كما قلنا اون انتروداكسيون. سي عبد الرحمن، المسألة هذه في أحداث بحال هذه فهي تبان المعدن النفيس ديال المشاهير العالم، ديال رؤساء دول، ديال الرياضيين، ديال الممثلين اللي بداو التعاطف ديالهم كبير لهذا الفرق ديال ولدنا ريان. بكل صراحه اللي ما كان سهل لان اعلاميا فكانت متابعه كبيره، وللاسف كنا نتمنوا شي حاجه اخرى لكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن اللي خصنا اللي نستخلصوا من هذا الشيء كامل هو انه الحمد لله الانسانيه مازال كاينه، مازال متواجده، الديانات رغم الاختلاف ديالها فهي توحدات على الدعم ديال الطفل هذا اللي غادرنا واللي بكل صراحه تاثرنا ليه بزاف. نقدر نقول لك بانه بعدا حنا في الشارع المغربي الا رديتي البال في ايام الاخيره فالحزن يعني باين على الوجوه ديال الجميع. حتى المباراه كره القدم ما كانش عندها ذاك الحلاوه ولا ما كانش تستاثر باهتمام كثر ما كانت تستاثر باهتمام يعني داك الشيء اللي كان اولويات لانه كما قلت لك الانسانيه الحمد لله هي المنتصره. نتمنوا هذه المحبه اللي بانت ما بين المغاربه والتاخي يدوم، وهذا درس يكون لنا لان الحياه فهي حنا غادي نمروا منها. نتمنى هذا الشيء يزيد يقوي العلاقات بيناتنا خصوصا احنا الشعب المغربي اللي ابان على واحد لا نوبليس كبيره انه توحد في الظروف الصعيبه وبين بانه فعلا شعب عظيم. عسى عبد الرحمن تنشكرك بزاف، ميرسي داتر باسي باغ سبورت تايم، و كما تنقول الاخوان اللي دازوا سبقوك مرحبا بك وقت ما بغيتي. شكرا سي مراد، انا بكل صراحه فرحان بالتواجد ديالي معك اليوم في سبورت تايم، وانا دائما معجب بك ونتمنى لك التوفيق. تبارك التوفيق للطاقم بكل صراحه المشرف على البرنامج وعلى القناه بصفه عامه، تيقوموا بعمل احترافي كبير بكل صراحه، وهذا الشيء تيفرحنا لان المشهد السمعي البصري فهو يعني تنتظروا منه الناس منتوج في هذا المستوى. تبارك الله، بارك الله فيك سي عبد الرحمن. فوالا ميرسي سور سي مو تري ايمابل كو برون تيرم ان نوتر سبورت تايم نيميرو 6. ا تري بيانتو، اوغوار.